أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم. راح نعرض لكم بهاي الحلقة أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها أسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على واحدة من ذن الأرقام اللي تشوفوها قدامكم. في حال ما تأمن الخط وياكم لأي سبب كان، تقدرون تتواصلون ويانا على برنامج الواتساب على الرقم الأخير المخصص لبرنامج الواتساب اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة مكتوبة، أتمنى أيضاً تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف من اللي كتب لنا ومن وين، ونقراها إن شاء الله بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدأ حلقة اليوم مشاهدينا الكرام، وأول ملف ويانا بحلقة هذا اليوم هو ملف الصحة. نبدأ من الواقع الصحي المتردي بلدنا الحبيب، بلد الميزانيات الانفجارية، بلد العلاج المجاني سابقا. الشكاوى من مختلف المدن العراقية تتعدد، يا أما أدوية ماكو، يا أما عدم وجود أجهزة طبية إلى مرضى، يا أما عدم وجود كوادر طبية. هذا الشيء يجبر، خصوصا قضية الأجهزة الطبية والأدوية، يجبر المريض وذوي المريض بالعراق أن يطلعون برا يشترون العلاج من خارج المستشفى من صيدليات. هاي الصيدليات اللي موجودة برا ماكو رقابة على عملها، ماكو تسعيرة توضعها وزارة الصحة للعلاج، فيشترون دواء بأسعار باهظة الثمن، خصوصا العلاج اللي يستخدم لأمراض السرطان وأمراض الأمراض المزمنة بشكل عام. الله يشافينا ويشافيكم يا رب. نبدأ من محافظة المثنى. عدد من المرضى وذويهم اشتكوا من عدم توفر أجهزة غسيل الكلى بمستشفيات المحافظة. طالبوا من خلال وقفة أمام مكتب مجلس النواب بالمحافظة أن يتم توفير أجهزة لغسل الكلى في المحافظة، بحيث أكو تقريبا 300 مريض من المحافظة يعانون ويا قضية الغسل الكلوي لعدم توفر الأجهزة في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، فكانت هاي وقفتهم. من الغسل الكلوي حتى كل المرضى هم نجي نسوي هو عمليات مال فحش الكلوي. احنا مطالبنا معروفه، احنا مرضى الفشل الكلوي، احنا هسه واقفين وقفه بباب مجلس النواب، وانتم تشوفون هاي القطعه ورانا، نطالبهم بما يلي. احنا تقريبا بينا 300 مريض بس المحافظه، غير السماوه والرميثة والخضر. نطالبهم بأجهزة حديثة، هم على أساس هاي الشركة هاي يشيلونها، يقولون انتهى عقدها ويشيلونها ويجيبونها شركة ثانية ب 14 جهاز. احنا هسه الموجودة عندنا 44 جهاز، وعندنا تقريبا 300 مريض هنا وثلاث شفتات وغير الطوارئ. مناشدة من الأخوة في مراكز الكلى، نلاحظ محافظة المثنى في خطر. بعد تم إلغاء العقد مع الشركة اللي كانت موفرة داخل المحافظة تقريبا ما يقارب 44 جهاز موزعة على النواحي والأقضية. حاليا تم إلغاء العقد معها وتجديد عقد مع شركة ثانية. الشركة الثانية أجهزتها تعبانة قديمة. وشم جهاز؟ 14 جهاز. يعني إحنا عندنا 300 مريض. هاي المعاناة مو أول مرة نطلعها ببرنامج صوتكم. مرضى الفشل الكلوي بالعراق مو بس بالمثنى يعانون، ببغداد يعانون وباقي المحافظات أيضا يعانون، بسبب أنه صفقات الحكومية اللي يشترون بها الأجهزة الطبية أغلبها فازة، فتجي الأجهزة الطبية اللي هم يروحون يستوردوها ما تشتغل، أو العلاج اللي يوصل فاسد، فالأدوية اللي جيبوها المسؤولين ولجان الصحة ووزارة الصحة غير صالحة للاستخدام البشري. إضافة إلى ذلك، كون أكو متنفذين مسيطرين على وزارة الصحة اللي تتبع تيار الإصلاح بدون ذكر أسماء، فهاي الأدوية اللي تجي إذا كانت صالحة للاستخدام البشري تنشال بقدرة قادر من مخازن وزارة الصحة تتوزع على الصيدليات.
هاي الصيدليات اللي ماكو أي رقابة على عملها، ماكو أي رقابة من ناحية جودة الدواء، من ناحية السعر، من ناحية الكمية، ومن ناحية طريقة الصرف. فشي يصير؟ أكو منافسة غير شريفة بالبلد. شلون يعني؟ هذا أبو الصيدلية بكيف يبيع السعر، وذاك بكيف يبيع السعر، والمواطن لما يريد يشتري دواء لازم يفتر كل صيدليات المدينة والمنطقة حتى يشوف أرخص صيدلية موجودة يمهم دا يشتري الدواء، ومع ذلك الدواء مو رخيص. نطلع من المثنى نروح إلى ناحية الحرية، تتبع إلى قضاء الكوفة في محافظة النجف. الناشط هنا يتحدث لنا عن نقص كبير بالأدوية بداخل المستشفى، وإضافة إلى أن هذه المستشفى تفتقر إلى كافة العلاجات، هي أيضاً تعاني من نقص في وجود الكادر الطبي على مدار 24 ساعة، واللي من المفترض أي مستشفى مثل مستشفى الحرية العام التابع إلى دائرة صحة النجف التابعة إلى وزارة الصحة أكو بها كوادر تداوم 24 على 24 7 على 7، يعني 24 ساعة باليوم لمدة 7 أيام بدون فاصل. خلونا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عام 2015 تم تأسيس مستشفى ناحية الحرية، والآن عام 2024 بال 2023 تم افتتاح هذا المستشفى. شوف الفرق، عام 2015 تم تأسيسها، عام 2023 انفتحت. 6-7 نواب اجوا ويا الدكتور ماجد الوائلي ومدير الصحة ووزير الصحة حضروا الافتتاحة، غير الحضور غير الذبايح والبعران، لأن الناس ما مصدقة. من 2015 تم تأسيسها، بال 23 أنا من ضمن الناس الظاهرت عشرات المرات وصيحت وقنوات اللي انفتحت فرحانين، لكن بالنتيجة شنو؟ بنادول ماكو، أي مال علاجات التهابات مال الأطفال، الناس مو تجيبها أطفالها متخربطة بالثنتين والثلاثة الصبح التهابات وما سخونة ماكو، مال كبار بالعمر مال التهابات ماكو، معظم العلاجات هي أربيل، يعني مو ماركات جيدة، البراستول والغيره بحيث ساعة وساعتين لو ياخذ العلاج لو ما ياخذ. طفل أمس طفل ها، معظم مال العلاجات الحساسية وعلاجات الالتهابات والحساسية والربو والأمراض الجلدية ماكو. شنو الموجود؟ على شنو مفتحين المستشفى؟ لا حقيقة، صلوات دكتور صالح المحترم ابن عمي العزيز ومدير الصحة والباقي السادة النواب، غير تجون تتابعون العلاجات. يعني إذا مستشفى ما بها علاج للالتهاب، وما بها علاج للحساسية، وما بها علاج إلى صداع الرأس، وما بها علاج للآلام، وما بها شاش مال كسور، وما بها جبيرة للكسور، يعني شنو اللي موجود بالمستشفى صدق؟ إذا ذني أبسط الأشياء ما موجودة. عمي طلعوا برا وشوفوا المستشفيات، ما تحتاج المستشفى تطلع تقول للمريض روح جيب لي كانونة من برا، أو روح جيب لي شاش من برا، أو روح جيب لي صندات من برا، أو روح جيب لي علاج من برا، أو جيب لي مخدر من برا، أو جيب لي مغذي من برا، أو سيرم. ماكو هذني، أنت ما تحكي بيهن. والمستشفيات الدول اللي كتبوا لك اياها بداخل المستشفى تصرفه من الصيدلية مال المستشفى. هذا الشيء كان معمول به سابقا، مو بأنظمة الديمقراطية. هذا اللي دا يحكي به هنا راح نشوف اكو معاناة اخرى. هاي المعاناة من البصرة، هذا الحجي من امام مركز الاورام وامراض الدم في البصرة، اشتكى عدم توفر علاج لمرضى السرطان في المركز. الأبرة خارج المستشفى بالصيدلية سعرها 115,000 دينار بحسب كلام هذا الرجل. فالفقير منين يجيب؟ وإذا كان شخص من أصحاب الرعاية الاجتماعية اللي راتبه 160 إلى 170,000 دينار، إذا كان عنده راتب رعاية اجتماعية منين يجيب هاي الأبرة وهاي وحدة؟ ويقول أنا منين أجيب هذا المبلغ وأنا متقاعد؟ هذا الحجي، علماً أنه راتب التقاعد بالعراق الكل يعرف به ما يكفي، خصوصاً إذا ما عرفنا ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية. خلونا نسمع. نعم، يعني يوصل لما يعني 10 واحد
الاعداد التعليمي على مود الامراض الخبيثه شلون الاباء ما موجوده 115,000 لا مدير صحي لا مدير مستشفى يدري يعني شباب كان متقاعد اباء 115,000 منين اجيبها انا؟ يعني مدير الصحه قاعد هنا مدير المستشفى ما قاعد هنا. هذا اللي تشوفوه امامكم هاي معاناه مو بس هذا الحجي. شريحه كبيره من العراقيين، هوايه من العراقيين يعانون نفس هاي المعاناه، هوايه من العراقيين اللي ما عندهم رواتب، هوايه من العراقيين هم كسبوا، هوايه من العراقيين اللي هم ما عندهم مصدر رزق، واكو شباب عراقي ما لاقي شغل، فهذا شلون راح يعيش؟ الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع وقضيه الصحه بالعراق، واول تعليق من كرار الزرفي يقول اهم شيء الباندج موجود لان الطب تطور، هسه اللي توجعه معدته يشدوه بالباندج بعد ماكو علاجات وحبوب. ابو سيف الجبهوري يقول احسنت، قسم بالله العلي العظيم اول امس باندج ما عندهم اشتريته من الصيدليه من برا، شنو قيمته؟ رامي الطائي يقول اخذت طفله عندي مريضه احتاروا بالابره منو يضربها واحد يذبها على الثاني. كارثه. ثائر الكناني والله مصيبه هذا البلد ما حد يعرف شنو مسوي يخلص من مصيبه يطيح بمصيبه اكبر، ابتلينا بهيج عصابه الله المستعان. بس السؤال اللي ينطرح الاخ طائي يقول بنتي مريضه ابره اللي موجودين بالمستشفى واحد يشمرها على الثاني ما يقدرون يضربون ابره. يمكن يريدون يرجعون مهنه المضمد. للي ما يعرف المضمد هو في الاحياء الشعبيه العراقيه في بغداد، احنا بمنطقتنا كان عندنا مضمد الله يذكره بالخير الله يرحمه ابو جاسم. مضمد مكتب صغير، محل صغير، دكان صغير، غرفه صغيره بيها سرير وابر وباندج وشاش وما اعرف شنو، تروح عليه يضربك الابره وترجع لبيتك. يمكن الجماعه دا يفكرون يحيون هذه المهنه من جديد، لانه يقول لك المضمد اذا ما لقى شغل منين يعيش؟ ابو اسد من البصره حياك الله. الله يساعدك استاذ عفل. ويساعدك وحي برنامجك. ويساعدك يا غالي. استاذ عفل ولو موضوع يعني خارج الحلقه بس اذلهم لك هاي الحاله صارت قدامي. قول. قبل يومين بالضبط يمكن تاريخ 10 بالشهر. نعم. انا ببغداد جيت عندي زياره لولد مريض، المهم رحت وياه بشغله، راح قال لي عندي شغله بالطابو مال كراده. نعم. تسجيل عقاري مال كراده. نعم. طبيت الفرع، طبت ثلاث سيارات تهوات سود. نعم. قالوا النزاهه جوي. نعم. انا بالحكي دخلت ويا صاحبي، يعني ما عندي شغله يعني مراجعه، انا من البصره ما عندي شغله ببغداد. نعم. طبيت ويا صاحبي. النزاهه قبل ما يدخلون المفوض ابو الابي الواقف بالباب. ايه. طب على الموظفين وعلى المدير وعلى المعاون وعلى الكل كلهم النزاهه جتي. زين. شكو دلالين، معقبين، اهل الواسطات، كلهم طلعوهم برا. تمام، مفهوم. دخلوا النزاهه. الامور انا داباوا على الموظفين، الامور كانت تمشي مثل المي، مثل المي يعني على خط مستقيم. زين. انتهت الشغله، زين انتم النزاهه من جيتوا. المفروض النزاهه ما يجون بسيارات الحكومه مالتهم، يجون مدنيين ويطبون يراقبون، هم فضحوا نفسهم يعني شافوهم بالشارع من جو وشارع ازدحام، راسا طبوا باللغوهم قام يشتغلون عدل. نعم. ثاني يوم هم جيت ويا صاحبي، قال لي بعد ما مخلص جيت ويا صاحبي. النزاهه ماكو، الشغله كلها بيد المعاون، الدلالين داخلين والمعقبين اللي ما عندهم يعني شغله رسميه يدخلون بيها. نعم. المعامله اذا تطول ربع ساعه تطول خمس ساعات. نعم. الدلالين يفتح الباب مال المعاون ويناوش الفاول الفايل ويناوش الفلوس، انا دابا عليه يناوشوا الفلوس. نعم. فساد. هو هاي مال دائره تسجيل عقاري مال كراده المعاون. طبعا هم كلهم فايل تنقل من غرفه لغرفه، يقول لك انا ودي الموظف. من غرفة لغرفة، أنا ودي ياخذ 10,000 عليه من غرفة لغرفة. وأنا يرجو من عندك تنبه النزاهة يروحون زي مدني على شكل أفراد ويطلبون كم راجعين وينتبهون للحالة. وأنا أشكرك. شكرا 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 جزيلا. يعني أبو أسد حكى نقطة جوهرية بالنسبة إلى قضية التفتيش.
بالنسبة إلى جودة الأكل بالمطاعم، وزارة الصحة تدز لجان، ما تدز رسمي وبدلات وسيارات وصافرات وطاط وطيط وماطورات وشرطة، لا، يروح واحد يشتري لفة أو يشتري وجبة يشتريها كأنما أي مواطن، ثاني يوم تقب القبة إذا كان المطعم به مشكلة. وأيضا بالمستشفيات أيضا نفس الحالة، وأيضا الدوائر الرسمية نفس الحالة. اللي يقوله أبو أسد أنه اشتغلوا شغلكم صح حتى ما يحسون عليكم، حتى شنو تقدرون تفتشون ينزها وتأدون واجبكم بصورة صحيحة. إذا ما تعرفون، أكو الدراما السورية أنتجت لنا مسلسل في تسعينيات القرن الماضي للفنان الكبير أيمن زيدان اسمه يوميات مدير عام، شوفوا. نروح إلى معاناة الخريجين العراقيين اللي ما يلقون فرص عمل إلهم، بس بعد كل يعني بعد كل جهودهم في سنوات الدراسة. عرضنا بحلقات السابقة كمية العمالة الأجنبية اللي تشتغل في شركات النفط العراقية المتواجدة جنوب العراق، تحديدا في البصرة والمناطق التي يوجد فيها عقود نفطية. يتقاضون ذولا رواتب عالية جدا على حساب منه؟ ابن الخايبة، ابن البلد اللي يظاهر حتى بلكة تحصل له على وظيفة بأجور بسيطة وزهيدة. اليوم عندنا تظاهرة لعدد من المهندسين الخريجين أمام شركة نفط البصرة أو نفط الجنوب للمطالبة بتوفير فرص عمل إلهم في حقول وآبار النفط بمدينتهم اللي احتلتها العمالة الأجنبية والشركات الأجنبية، وكانت النتيجة الاعتداء عليهم. خلونا نشوف. جرة والبنية، ذولا شبيهم ذولا؟ ذولا يردون يشتغلون. هذا الفيديو اللي شفناه واللي راح يشوفه هسه الشباب عراقي. طبعا ما دام عندنا تظاهرة لازم القوات الأمنية الحكومية متواجدة، وكانت البصمة المشهورة لقواتنا الحبيبة موجودة. شنو بصمتهم تعرفوها؟ الاعتداء على أي تظاهرة وعلى أي مظهر بالعراق، خصوصا إذا كانت هاي التظاهرة بها مطالب شرعية لشباب العراق. هذا الفيديو راح تشوفون به الاعتداء من قبل القوات الحكومية على المهندسين والخريجين اللي تظاهروا، مو حتى يعطلون البلد، مو حتى يسوون مشكلة، مو حتى يتظاهرون على بلد نعطيهم حقوقهم ويريد شيء زيادة عن الحد، لا، ذولا دا يتظاهرون لأن يردون يلقون فرصة عمل. يعني هذا الاعتداء اللي دا يصير هنا دا يصير على ناس دا يردون فرصة عمل. فشوفوا تعامل القوات الأمنية أمام شركة نفط البصرة. أريد أحكي يا منتسبين الشرطة الاتحادية، منتسبين الشرطة، منتسبي قوات الأمن الداخلي، وأيضا المنتسبين في الحمايات، حماية المنشآت. حبيبي أنت منتسب لحفظ الأمن، إذا كانت أكو مظاهر تؤدي إلى الخلل بالأمن الداخلي من حقك تتخذ بحقها إجراء، مع العلم ما من حقك الاعتداء على المواطن. أما إذا كان المواطن مظلوم وانت شايف الظلم بعينك، اكو بنغالي واكو هندي واكو باكستاني دا يشتغل بحقول النفط العراقية
وده يستخرج النفط العراقي وده ياخذ رواتب من فلوس العراق اللي هي من المفترض ذولا يشتغلون، وجاي ده يظهر ويقول لك انا اريد تعيين. لا ده يكسر، لا ده يضرب، لا ده يصيح، لا ده يؤدي الى مشاكل، ما ده يهدد امن البلد. اللي صاح كلا كلا للتهميش، نطالب بالانصاف، نطالب بالتعيينات، ذني مطالب حكي ما ياثرن. فالتعامل ويا اتمنى يكون بصوره افضل من هاي الصوره، لان هاي الصور تكررت هوايه وخلت فراغ بين الشعب وبين السياسيين او الطبقه الحاكمه، لانه حلقه الوصل المفروض تكونون انتم قطعتوا هاي الحلقه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق موجود ويانا من احمد، تعالوا شوفوا موظفين الاحزاب عندنا كلها لا تقرا ولا تكتب، المهندس شابع دفرات. علي العراقي: قوات الاحزاب ماكو قوات امنيه بالبصره، فرض السلطه على الضعفاء والفقراء وتسليط الاحزاب على اهل البصره. علي يوسف: ترى الحقيقه انه لا يوجد بلد يقدر يعين اعداد هائله بالشركات الحكوميه، يجب تفعيل دور الشركات الاهليه وهذا ما متبع في الدول الاخرى. والسيد الزامل يقول: ما دام اكو انتخابات ماكو انتخابات ما راح احد يسمعكم، اخذوها مني، نلتقي في الانتخابات القادمه. اكو تعليق يقول من علي يوسف يقول انه لا يوجد بلد يقدر يعين اعداد هائله بالشركات الحكوميه. اخي العزيز نعم، هذا الكلام لما تكون اكو شركات حكوميه معينه ناس اصلا مفعله قانون التقاعد بصوره صحيحه، فبعد ذلك لما يشوفون اكو عدد هائل يجي دور الشركات الاهليه او الاهليه المحليه وبعد الشركات الاجنبيه. اما اللي يصير بالعراق، الشركات الاجنبيه لها الحظوه الكبرى، الشفعه الكبرى في التعيين، والشاب ما يلقى تعيين لا بمؤسسه ولا بدائره ولا بشركه. ابو عبد الله من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم استاذ افندي. عليكم السلام ورحمه الله. استاذ افندي، اذا قلنا لاخونا ابو اسد من البصره، نعم، مع احتراماتي له ولاهل البصره، هاي من جت النزاهه، هاي ما جت تحاسب، هاي جت تاخذ المقسوم، اكو اتفاق بيناتهم ماخذ المقسوم ويمشي. وعلى هذا العسكري من يدفع عرضها، من يدفع البنيه ماكو، او يسحب البنيه، يسحب البنيه. هو لو الشريف وبراسه غيره هاي ما يسويها. يعني البارحه كان يوم 6 كانون كان عيد الجيش، يا جيش هذا منهن؟ جيش ما تقدر يظلم، لو عيد الشرطه، هذا عيد الشرطه هسه، هاي الشرطه اللي حتظلم العالم. يعني انت الشرطي انت تاخذ راتب 1.5 مليون وهذا حيداعي بس اللي ياخذ له 200,000. نعم. انت شوف الشركات مال النفط، انت على قولك الباكستاني والهندي والغيرها ياخذ بالشهر 10 اوراق. يعني انت ال 10 اوراق تقدر تقسمها على كذا موظفين. من يخصك حسب اخر فيديو طلع ببرنامج صوتكم، الهندي والبنغالي اللي يعمل بشركات النفط ياخذ اكثر من 60 ورقه. 60 ورقه مال كم عائله استاذ العزيز؟ هذا راتب موظف اجنبي، راتب موظف واحد من اليد العامله الاجنبيه، هذا مال واحد من اليد العامله. نعم. زين هذا يا قدر الخلا، زين غير هاي الحكومه القدر خلت نعم او 300,000. زين والباكستاني ياخذ 60 ورقه؟ يا عمي الله لا يوفقهم والله لا يحفظهم والله لا يستر عليهم ان شاء الله، بجاه الحبيب محمد بجاه اهل البيت. يا عم الناس ترى اندمرت، الناس اندمرت. بس نرجع ونقول اكو بعض، مع احترامات الشعب العراقي، بعض من الشعب العراقي يقوم يطبلون لزياد العبيد ماكو عيط ومعيط الجرار الخير. نعم. والله فلان راح يسوي فلان راح، اي نعم راح يسوي ربعه للحاشيه مالته والبقيه حتى بجهنم، مع احترامات اللي يسمع. نعم. يعني شلون الحال؟ نعم. يا عمي من نرجع ماكو، نرجع ونسولف يقول لك انت كذا، يا عمي وينك وش حكي؟ يعني الباكستاني يجي يتامر بيا، الصيني يجي يتامر بيا، يعني بلدي ويجينا الغريب يتامر بيا، الله يقبلها؟ نعم. يعني هاي مو صايره، بس اللي يقودون هم ناس عصابات، وعلي يعترضون شلون انضربت اليمن. زين ليش ما تعترض شلون ينضب الشمال؟ ليش ما تعترض شلون مال الحمدانيه؟ ليش ما اعترضت على ملجا العامليه؟ الكويت حاسبه العراق واخذت اضرار مال 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 التسعينات. زين ملجا العامليه منين ناخذ الاضرار؟ مال الحمدانيه منين ناخذ الاضرار؟ ما
مال الشمال اللي ضربت ماكو واعراس وناس ماكو ابرياء راحت، لما تاخذ الاضراب ترك يا طابع الرطول بالعراق ويقول لك سياده العراق، يا سياده العراق عمي والله كلها عصابات، القاضي مرتشي، القاضي مرتشي، المحافظ مرتشي، القائم مقام مرتشي، كلها من تجي تقيسها ناس ساندنا. اخاف يقول لك انا شريف ونزيه، لا والله اللي يقول لك انا شريف ونزيه قل له انت اكبر حرامي، اكبر حرامي، اكثر الناس، اكثر الناس سوء انت. والله جابهم غضب العراقيين لان ما عندنا كاتب. واني ممنون لك. شكرا 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 لك ابو عبد الله. طبعا مع احترامنا الى كافة أبناء الشعوب بالعالم، خاصة الشعوب العربية، الأشقاء العرب والمسلمين وأبناء العالم بشكل عام، لكن إحنا اللي بدنا نحكي، إحنا مو ضد العمالة الأجنبية، في حال وفرت الشغل إلى كل أبناء شعبك، قللت البطالة، دول اللي يظاهرون بعد ما يظاهرون، وفرت كل شيء، وجدت الحاجة إلى يد عاملة أجنبية، لا بأس. مو أول مرة تتوفر اليد العاملة الأجنبية في العراق. اليد العاملة الأجنبية في إبان الحرب العراقية الأمريكية الإيرانية عفوا في ثمانينات القرن الماضي توفرت وبكثرة في العراق اليد العاملة المصرية. كانوا إخواننا وعايشين، ماكو واحد من الشعب الظاهر عليه ولا واحد أجى. وعاشوا بيناتنا سنين. لكن كانت الناس تشتغل، وأكو وظائف وأكو رواتب وأكو تقاعد وواي أمور. انت هنا ما توفر لهم شيء، لهالسبب ضايجين من كثره اليد العامله الاجنبيه. نروح هسه الى قضيه اخرى اللي هي معاناه المراجعين للدوائر الحكوميه بالعراق. رغم الفيديوهات اللي تنشر هنا وهناك، رغم المناشدات اللي تنشر بكل مكان، لكن لحد هاي اللحظه ماكو اي حل لتخفيف المعاناه على المواطنين والمراجعين. مثلا بالبصره كان استلام فايلات المعاملات من المواطنين المشمولين بقرار 140، هذا القرار اللي عوض الناس إذا كان متضرر من الجفاف أو من الحروب. يستلمون هاي المعاملة من خلف سياج الدائرة، لأنه المراجعين التموا بباب الدائرة المعنية بهذه القضية، فارتأت الدائرة أنه تستلم الفايلات بهاي الطريقة من فوق الحائط. مادة 140 هي تعويض المتضررين مثل ما قلت اللي اضطروا أن يتركون أراضيهم، يا أما نزحوا عنها نتيجة الجفاف، يا أما نزحوا عنها نتيجة الحروب. خلونا نشوف. 140 اللي ده يستلم شرطي مع اعتزازي إله، مو شغلك هذا، هاي رقم واحد. رقم اثنين، هاي مو طريقة لاستلام معاملات. رقم ثلاثة، أنا كمواطن جبت لك معاملة وأنا مستفيد من هذا القرار، شنو اللي يضمن لي هذا الشرطي راح يطببها جوا الموظف وراح ينطيها للموظف وراح تمشي عدل؟ رقم أربعة، هاي الدائرة انوجدت لخدمة هؤلاء، مو ذولا انوجدوا لخدمة الدائرة. إذا الدائرة ما عندها مجال تستقبل كل هذول، هاي مو مشكلة الناس، روحوا حلوا مكان وجيبوا مكان بداله، حلوا قضية المكان وجيبوا مكان بداله واستقبلوهم بصورة صحيحة، هذا صح. رقم خمسة، مدى أفتهم اليوم بالعراق ليش الموظفين يتعاملون ويا الناس إنه الموظف هو الآمر الناهي. حبيبي أنت موظف لخدمة المواطن، أتمنى من الموظفين العراقيين في كل مؤسسات الدولة أنه يفهم ويعي هاي النقطة، أنت موظف لخدمة المواطن. كنت بسفارة، كنت بدائرة، كنت بوزارة، كنت بمستشفى، كنت بمدرسة، كنت بتربية، كنت ما أدري وين، أنت موظف لخدمة المواطن مو العكس. أما بالبصرة نروح إلى قضية مأساة البطاقة الموحدة أو البطاقة الوطنية. هاي المأساة مستمرة ومن أيام نتيجة قرار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إنه واحد ثلاثة آخر قرار بالتعامل بالجنسية وشهادة الجنسية وراح تنحل ولازم بس البطاقة. الحال كان أكثر مأساوية وفوضوية من الفيديو اللي شفناه قبل شوية. ليش؟ لأن ماكو نظام، ماكو قانون، ماكو ترتيب. المراجعين طابين بمكان هو أبعد ما يكون تسميته عن دائرة.
إضافة إلى عدم وجود احترام إلى كبار السن، عدم وجود الاحترام إلى المرضى، عدم وجود الاحترام للنساء. تعالوا نشوف. أنا عبد الأمير الشمري اتصورت قرار وقلت هذا القرار والناس لازم تروح تبدل. أكو اكتظاظ دا شوفه وأكو أزمة. كل دائرة 10-12 واحد حاسبة شباك بالباب أكو جهاز يعطيهم رقم وسرة والموظف يطب كملة المعاملة ما تروح أخويا الله وياك يستلم المعاملة الثانية يكملها الثالثة يكملها الرابعة يكملها ذولا كلهم ما يطولون نهار. بس روتين مرتب شوية سلاسة وتعاملوا. أما أنتوا الأوراق والفايلات المراجع راكض بيها من فلان دائرة وطالع لفلان دائرة ورايح ما أدري وين وراجع للمختار والمختار رايح لمجلس بلدي والمجلس البلدي رايح البلدية والبلدية رايح المحافظة وراجع للجنسية ومن الجنسية رايح ما أدري وين حتى يكمل لك ذني كلهن ما لها داعي. ناس لما شافت هاي الفيديوهات كملت أو علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجودي أنا من رافد أبو حسين العلوي. بطاقة الناخب توصل للبيت لأن هاي شغلتهم وتفيدهم، لكن أي شيء يفيد الشعب ما يسوونه. أبسط مثال الجواز صعدوا سعره وهذا وزير الداخلية بس أعلام لا دفع ولا نفع الله وكيلكم. فنار الموسوي دوائر منتهية وكلها رشاوي يطلعون البطاقة ب100,000 دينار ومهلك مهلك. المفروض كل منطقة بها دائرة شنو ما عندكم مكان لو ما تعرفون. نمر إجراءات معقدة وبطائق متوفرة ومبالغ المدة غير كافية. نرجو تمديدها إلى نهاية السنة وتسهيل الإجراءات وإلغاء طباعة الطلب بالمكاتب الأهلية لأنها مكلفة ويصير ازدحام عليها والمواطن ضحية. أكو واحد قال على عبد الأمير الشمري وزير الداخلية يقول لا 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 دفع ولا نفع. بس أريد أقول لك شغلة واحدة، أكو فيديو لنور المالكي لما كان القائد العام للقوات المسلحة تعين عبد الأمير الشمري قائد عمليات وطلع نور المالكي دا يسوي حجر أساس ما أدري يا مشروع فاسد ومنبنى قال له أنت تعينت بهذا المكان بالغلط لأن أكو واحد مثلك اسمه عبد الأمير الشمري مو أنت المقصود. فأنت تخيل اللي تعين بالغلط صار وزير فهو بالغلط جاي راح يشتغل لك صح. أبو ميلاد من السليمانية حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله والديكم أشكركم لقناتكم حياك الله. كلامك كلها ذهب رحمة الله والديك. والله إحنا موظف بالسليمانية والنعم منك ومن أهالي السليمانية أسأل الله يسلمك. كل عراقي ما حتى صراحة وسط الجنوب. نعم والله يا أخوي إحنا هسا 12 وحدة رواتب 4 أشهر ماكو. نعم شهر 10 11 12 واحد يعني هاي بالسليمانية مشاكل بها يعني صراحة بالكردستان بالأربيل الطلاب ماكو ما يداومون 4 أشهر بالسليمانيين ما يداومون بالأربيل يداومون أكو بالأربيل أكو بالسليمانية ماكو طالب. يعني كلها معامل كانوا 33 سنة إحنا على أساس حكومة بالشمال العراق 33 سنة كلها باقو دوائر والرواتب. حتى أنا بالمواصلة حوالي 30 سنة 50 مليون يم الشمال بالحكومة أقليم كردستان 50 مليون من 1914 لحد الآن ربع الرواتب نص رواتب ترفيعات ماكو 10 سنوات ترفيعات ماكو. يعني كل مثلا نفر ماكو نفر بال يبكم بالعراق الحبيب بال 450 يمنا بال 1000 ونص تقريبا 1000 ونص. نعم شفت حال بالسليمانيه وبالاربيل شلون فسادها كلها مال مسؤولين.
نعم. فنادق، فيلات، سوقات، عمالات، معامل سكر، معامل سمنت، معامل خياطي، معسكرات، كلها ماكو على العمارات. نعم. يعني رواتب ماكو، فلوس ماكو، شيء ماكو، يعني نفط نفط بال 200 ألف بالميت، 200 ألف. يعني ما أشوف يعني مشكلة أي أمريكا يجي لأي دولة يفل السود صراحة. نعم. أي أمريكا يجي للدولة يفل السود. عندنا أربع ساعات 33 إحنا على أساس حكومة، على أساس ولو فلسوهم برلمان ماكو، محافظات ماكو، أنجمن ماكو. أربع ساعات أكو، أربع ساعات، يعني معقولة أربع ساعات أكو؟ نعم. والله احنا والله انا سنعسكر بالمخازن عتاد سامرة، صحة عتاد، عندنا 22 دينار بالشهرين يلا يخلص. نعم. بيها مبارك، بيها فلوس مبروك، مبارك بيها. حتى عندك مليون ما بيخي. نعم. 22 نعم. دينار عندي سلب المخازن عتاد سامرة، صحة عتاد، بين التقليد وبين سامرة بالبحيرة السرسار، يعني 22 دينار عندي ما يخلص بالشهر. أكل، نعم. شرب، ملابس، شيء ما شاء الله بها خير وبركة. بس أصح عندي مليون دينار بالإيجار بالأسفل يخلص. نعم. أشكركم لقناتكم، رحمة الله والديكم، والديك الرحمة. شكرا لك أبو ميلاد. يعني أبو ميلاد راضي بين لنا أنه أكو أربعة مرتبات لأربعة أشهر تبدي من أيلول، تشرين أول، تشرين ثاني، وكانون أول، ونحن حاليا تقريبا اقتربنا على منتصف شهر كانون ثاني من عام 2024، ولحد الآن هم ما مستلمين مرتباتهم. وده يحكي عن الفرق بين معيشة قبل ومعيشة هسه، وده يقارن لك راتبه لما كان 22 دينار وراتبه هسه ملايين، ست صفار والحال. نروح هسه إلى موضوع ثاني، هو يخص الفساد والابتزاز، واللي بسببها ما شفنا أي شيء بهذا البلد صح، خصوصا المشاريع. كل المشاريع اللي صارت بالعراق من 2003 لليوم هي مو ذات مواصفات جيدة، مو صحيحة، وأغلب المشاريع مصيرها التلكؤ أو السقوط والانهيار قبل إكمال المشروع. قضاء الشطرة بمحافظة ذيقار أحد الناشطين يوضح لنا أكو ابتزاز من قبل جهات متنفذة لإحدى الشركات المنفذة، مو المتنفذة، المنفذة لأحد المشاريع اللي دا تبني مجسرات داخل القضاء. اللي يقول لنا الناشط أنه هاي الجهة المتنفذة يمنعون الشركة المنفذة للمشروع أن تصب الدنق عواميد رفع المجسر، يا أما يكون لهم دور بالصب يا أما تكون لهم حصة بالمشروع. تعالوا نشوف. عندنا مجسرات بالشطرة، وقلنا يا الله تحركان، وجاي نطالب فيه أكو عمل مستمر. هسه كمل القالب مال الدنك وريد يصب، على أساس اليوم يصب اللي يسمعون الجهات المعنية. وهذا معمله مال الصب، يعني شركة جايبة معمل خاص بالصوب. واحد يقول لي انا اصب لك، واحد يقول لي ما اخليك الصوب، لازم تشتري من عندي. وراح يتوقف الصوب، فعلى الجهات المعنيه، الامن الوطني، الجهات الحكوميه تتدخل بقضيه الصوب. زين انا ادري الصوب توقف، وعلى الشركه انه تشتكي على اي واحد يوصل للمجسرات ويعارضها. هذا الفيديو ده يبين لكم انه المشاريع ليش ده تتلكئ في العراق، إضافة إلى أكو قضايا أخرى. وعندنا هذا الجسر اللي رايح يحكينا به الناشط، اسمه جسر الكفل، اللي يربط بين النجف وناحية الكفل. يقول إنه المفاصل مال الجسر بيش ده يسوي لها أعمال صيانة بالتراب، بحيث المواطن متعجب من طريقة الشغل، متعجب من طريقة الصيانة، متعجب من الحالة اللي ما شايفها وما كان يتخيلها أصلاً، ويتساءل ماكو مسؤول بالمنطقة، ماكو واحد يراقب الشغل، ماكو واحد يشوف المهازل اللي دا يصير بالبلد، ماكو واحد يشوف الفساد اللي دا يصير بالبلد، خصوصاً قضية صيانة جسر الكفل. إضافة إلى ذلك
هاي اعمال الصيانه، اذا وقع الجسر واكو ناس فوقه شنو اللي راح يصير؟ جسر التفل اسال مدير ناحيه التفل، وين انت عن معنى هالشارع على الجسر هذا؟ وين انت عنه؟ عندك معلومه عن هذا الليل؟ ما تجسر بين القواطع بين الفواصيل؟ زين بديت تطرق الجسور مال بابل نايمين قاعدين انتم عمي، هذا الجسر هذا بخيوان من الجسر هذا، هاك شوف حاله نوع. يعني انت اليوم تصيح تحط تراب المفصل ها قداته تدري ازدحام ايش قد يوم ما تدري نايم مدري الناحية عمي نايم يو قاعد انت معقول هاي ناحية ايش كبرها ما فيها مسؤول؟ هذا جسر صار له 3 أشهر هاي الناس حالها عم والله والله جريمة مسؤول يقعد له مكان وما يشتغل صح. جسر عمره 3 أشهر تكسر صلوات ما شاء الله، يعني جودة العراق اليوم في كل شيء الجودة مالته محترمة. قاسم الميالي نعم اي والله اكبر جريمة مخلة بالشرف ان يتسلم المسؤول منصبا فلا يؤدي واجبه كما يجب ان يكون. امير شعبان صدق كذب، المسؤول من يبني بيته يجيب شركات ويبني افضل تصميم وتنفيذ، بس من توصل العمل العام والوظيفي يعمل وينفذ امور مخجلة. وضرغام الحسناوي يقول من تتوجه لبغداد عن طريق الكفل يستغرق الوقت من 3 ساعة إلى 3-4 ساعة لاجتياز الجسر، قبل شهرين تم قطعه لغرض الصيانة وتم افتتاحه أسوأ من قبل. سلام الميالي، المصيبة وقت الصيانة أكثر من شهر ومن فتحه أسوأ من قبل، يعني إذا حاطي له بس تراب شهر بس دا تحطوا له تراب، شنو دا تنقلوا التراب بالفناجين مال قهوة؟ بدينا حلقة اليوم وإحنا نحكي عن تردي الواقع الصحي، وراح نحكي هسه ونختم الحلقة بإنفوغرافيك يبين مستوى النظام الصحي بالعراق وسبب التردي اللي وصل إلى النظام الصحي بالعراق، على الرغم أنه كان يشار إلى بالبنان لتميزه خلال 70ينيات و80ينيات القرن الماضي في الأزمان الغابرة، لأنه بالعراق بس الماضي أحلى من الحاضر والمستقبل عكس دول العالم. خلونا نشوف هذا الانفوغرافيك. Thank you.
شكرا لقسم التواصل الاجتماعي. كان السؤال الأخير، كيف سيكون حجم الفاجعة المقبلة؟ تعرفون ليش نقال هذا السؤال بالإنفوغرافيك؟ لأن متوقع الفواجع ستكون أكبر وأكبر نتيجة الفساد اللي موجود بالبلد. نلتقيكم على خير إن شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم بإذنه تعالى غدا. انتظرونا، في أمان الله.